شنو رايك نتفق ان ما نموت؟ يا ابن ادم انا جاي احكي صدق، لوم روحك لو ردت انت تلوم الدنيا نفس الدنيا، بس احنا النشيد. وانا قررت ابقى عايش بالنجوم، يصعد النجمة ابد ما ينسحق. وانا قررت ابقى عايش بالنجوم ويصعد النجمة ابد ما ينسحب، ولو ردت تسمع للاخر ما تموت. شرط من تسمعني حضر لك خلق، وشرط انا وياك ندفن كل شي صار، نبقى بس نسولف بيوم الطبق. موت حتى تعيش دوم، لا تعيش وانت ميت. هيك علمنا الحسين. رادود شبهون ناس بقنبر، رادود ابتكر طور يقرأ فقط في صباح يوم العاشر من شهر محرم. مشاهدينا مشاهدين قناة الإمام الحسين الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، قطب من أقطاب المدرسة الحسينية النجفية. الرادود المرحوم السيد كاظم القابشي، هو السيد كاظم بن أحمد بن محمد القابشي الموسوي النجفي، ولد عام 1906 في طرف الأحواش في النجف الأشرف، وجاء لقب القابشي عن طريق أجداده حيث كانوا يتولون مهمة شرف فتح وغلق أبواب الصحن العلوي المطهر. بدأ مسيرته الحسينية في عام 1941 متأثراً بالرادود المرحوم داود الكيشوان، قرأ لعديد من الشعراء وخصوصاً الشاعر المرحوم عبود غفلة الشمرتي وكذلك الشاعر إبراهيم أبو شبع، شكل ثنائياً متميزاً مع الشاعر المرحوم الشهيد عبد الحسين أبو شبع. تميز وابتكر الطور الفجري، وهو طور يقرأ فقط في صباح يوم العاشر من شهر محرم، وهو طور حزين ومعروف عرف باسم السيد كاظم القابشي. في عام 1961 قرأ قصيدة، هذه القصيدة اسمها نهضتك خالد اسمها، متحديا بذلك الطواغيت وكذلك البعثية في ذلك الوقت. القصيدة نهضتك خالد اسمها كل الأمم تحترمها، نهضتك خالد اسمها كل الأمم تحترمها، يا حسين دمك رسمها كل الأمم تحترمها. نهضتك خالد اسمها كل الأمم تحترمها، نهضتك خالد اسمها كل الأمم تحترمها، يا حسين دمك رسمها كل الأمم تحترمها، يا حسين دمك رسمها كل الأمم تحترمها، رسمت للتاريخ نهضة واصبح التاريخ يبريز، للأجيال اللي تروح وتجي وعن نهضة تركيز، خيرك القوم بين اثنين ذل يا حسين يعيز، تعيش بمذلة بالدهار يو لا تموت على الفخار، ياه الذي إلها أثار عندك وللشرف ترميز،
والموت عندك سعادة تحتي بدم الشهادة والموت عندك سعادة تحتي بدم الشهادة ناس اللي تموت بشيمها كل الأمم تحترمها نهضتك خالد سيمها كل الأمم تحترمها. هذه القصيدة نهضتك خالد اسمها قرأها الرادود المرحوم السيد كاظم القابشي في عام 1961 متحديا في ذلك الوقت جميع التيارات العفلقية وغيرها. اختير هذا الرادود السيد كاظم القابشي لموكب وطرف السقاية جامع السقاية، وبعد وفاته اختاروا خدمة أهل البيت عليهم السلام الرادود وطن أبو ماجد، وافاه الأجل في عام 1963 ودفن في مقبرة وادي السلام وشيع ذاك التشيع المهيب من قبل أهالي النجف الأشرف، وسيبقى خالداً في سجل الخلود.